السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميلاد النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم والقرون وصحبه ضم ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من أنبياء صلى الله عليه وعليهم أجمعين والأهل كلهم والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين على المسلمين إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وأماتنا وأخوانا وأخواتنا شيخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين من شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون. وخلقنا لهم من مثله ما يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية
من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم
Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُم بَلَىٰ وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد
Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idza waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلومات عدد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكر وفلا ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدي دجا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عدد معلومات ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون غفلا ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله أفضل يقول عبد أنه لا إله إلا الله حقا وصدقا لا إله إلا الله 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 لا لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تفعل هذا من الشهر تبدأ حق عليها نحيا وعليها نموت وعلى نوح إن شاء الله تعالى من آمين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه وعلم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه وعلم الله
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu wa ilmullah. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu wa ilmullah. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu wa ilmullah. Sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu wa ilmullah. لا إله إلا الله والله أكبر 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 الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبنستعين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا به جميع الأهوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الصغايات من جميع الخيرات في حياتي وبعد ممات سبحانك لا نثني ثناء كما أثنيت لا نكسي فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من لا إله إلا الله وما استغفرناه وما قلناه من يا الله وما صليناه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الساعة المباركة هدية منا وصله ورحمة منك نازلة وبركة شيء وصدقا متقبلة نقدمها ونوديها إلى حضر سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أزواجه والتابعين وتابعي التابعين لهم إحسان إلى يوم الدين اللهم ثواب مثل ثواب ذلك مع مزيد بركة وسن إلى أرواح من اجتمعنا هنا بسبب صلى روح المرحوم الحاج محمد نور بن أيمن وله روح المرحوم روح بن مسلم وله روح المرحوم الطاهر بن بكى ولا روح المرحومة وان بنتي أنوار ولا روح المرحومة حاجة سمه بنتي أبو بكر ولا روح المرحومة فاطمة بنتي محمد نور ولا روح المرحومة صالحة بنتي حاجة سنسي ولا روح المرحومة سوى بنتي أبو بكر وصول مفروم وتسب إليهم أجمعين وصلنا مصطبى ذلك منا إليهم وجلوا نورا يسعى ويأتلا لو بينهم وضعف لهم رحمة رضوانك علينا وعليهم اللهم اجعله فكك من النار ونجاة من النار وستر من النار وفداء من النار اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفنه اللهم اغفر لها وارحمها وعافيه وعفنها اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وعفنهم ثم صوابا مثل ثواب ذلك الى ارواح والدنا مشايخنا ومشايخهم وجميع المسلمين والمشركين والمسلمات جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بمشرق الارض ومغربها اللهم اجعل في صلاتنا وصفي والدينا وسادة القادرين وامامنا برحمته والرضوان وادخلنا ويوم فسير جنان يا حنان يا منان يا بني السماوات ويا ذا الجلال والاكرام اللهم قم بالقبر والحول الى جنتك جنات الخلود الى زل المبروء ما يمسكه فاتي كثيرة لما تعطي على منه وفرش مرفوع من الذين امتع عن النبيين الصديق والصديق والشهداء والصالحين واحسن اولئك رفيقا يا ارحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وعليك نعمل المصير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا عليك توكلنا وعليك نعمل المصير وصلى الله وسلم على وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
آمين آمين آمين آمين آمين آمين يا الله يا رحمة يا رحيم ربنا الله بنا نعوذ بك من الهم والحزن ومن ذكر العز والكسل ومن ذكر الجنوب ونصر من الدين والرجال الله ربنا تقوم منا دعانا وصلاتنا وركنا وسجودنا وتعملنا وتخشنا وعملنا وعملنا في هذا اليوم برب شرير محرم المرأة انك سميع عليم وتلئم ولا يتلئم ولا يملا في اسمائك اللهم دعيتنا فيها سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم.